ودعتك الله يا ضي العين. هذا خطاب الإمام العسكري على لسان حاله إلى ولده الحجة، ولدي يا أبا صالح. ودعتك الله يا ضي العين يا ولدي، ودعتك الله يا ضي العين، بوصيك قبل يحضر البيت وتمدد شمالي واليمين، وتشوف من لي يرشح جبين يبني على كل يوم هالدال، تاخذ بثاري وثار الحسين. يا حجة الله انت اللي تاخذ بثار ابائك واجدادك، وتبدي يا ولدي من الارض كربلاء، من كربلاء تبدي اهثارا، يوم التشع فيها انوارا وتشب على الظلام نارك، وكل شيعتك تحضر جوار. وين تروح يا ولدي؟ وتروح الى المظلوم بالحال، تنادي ودمع العين همال، خلوك يا جد على الرمال، خلوك يا جد على الرمال، وظليت مرمي بغير شيء، وراسك على راس القلا انشال، جنى بدر يضوي بعسال، واما الصدر داسه بالعال، واختك يركبوها على جمال. ولدي يا ابا صالح الي الي، استمع مني هذه الوصيه، بوصيك يا باقي البقية لمل تطب الغاضرية، وتعاين القبة البهية، تذكر مصابي بهالعشية. وصية ولدي، وتزور عني يا شفية، وتقبل الأعتاب ليا، وتبكي على اللي ظل رمية وكسرة عظام الأعوجي. نادي وإماما وسيدا وحسينا.